من الأعمال الجميلة واليسيرة التي أنصح بها نفسي وأنصح بها شباب وفتيات المسلمين صلاة ركعتين بعد الوضوء. اسمعوا هذه القصة العجيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته، حدثني بأرجى عمل عملته. لماذا يا رسول الله؟ فإني سمعت خشخشة عليك في الجنة، أو دفن عليك في الجنة، يعني سمعت صوت الأقدام ونعالك في الجنة. يعني أنت من أهل الجنة يا بلال، أنت من أهل الجنة، طب ليه يا بلال؟ ما الخبيئة؟ ما السر الذي بينك وبين الله عز وجل؟ فقال بلال بن رباح: والله يا رسول الله، لا أعلم لي عملا أرجى عندي بعد الإسلام من أني إذا توضأت وضوءا صليت بعده ما كتب الله لي أن أصلي، صليت بعده ما كتب الله لي أن أصلي. فقط ركعتين بعد الوضوء أيها المسلم أيتها المسلمة، نكون قد كسبنا أجرا يقودنا إلى الجنة، نكون قد عملنا عمل يدفعنا بإذن الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الجنة. أعمال يسيرة، النهاردة الشباب يجلسون على البلاي ستيشن لا يريد أن يقوم، يجلس على مشاهدة مسلسل أو فيلم لا يريد أن يقوم، يجلس يتكلم على الشات والإنترنت لا يريد أن يتحرك. طيب يا أخي، إذا توضأت وصليت ركعتين كنت من الذين عملوا أعمالا يدخلهم الجنة كما فعل بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، أليس هذا من أعمال يسيرة الجميلة؟ اسمع أيضا من الأعمال الجميلة التي تقربنا إلى الجنة، سؤال الله الجنة. هذا عمل يسير يا جماعة، لو تلاحظوا أنا أذكر لكم أعمال باللسان ليست أعمال صعبة، باللسان سؤال الله الجنة. يعني وأنت راكع وأنت ساجد وأنت في صلاتك وأنت في نافلتك أدعو الله: يا رب أسألك الجنة، يا رب ارزقني الجنة، يا رب اجعلني من أهل الجنة. طيب ما الدليل على ذلك أن هذا السؤال يقودك إلى الجنة؟ اسمعوا هذا الحديث العجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: ما من مسلم يسأل الله الجنة، ما من مسلم يسأل الله الجنة، اللهم إني أسألك الجنة لي ولإخواني والأخواتي، ما من مسلم يسأل الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. وما من مسلم يستعيذ من النار ثلاثا إلا قالت النار: اللهم أعذه من النار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا مسألة الجنة، أكثروا سؤال الله الجنة، واستعيذوا به من النار، فإنهما شافعتان مشفعتان. فتأمل سبحان الله، الجنة تقول: يا رب أدخله إلي، والنار تقول: يا رب أعذه عني. هذا يا إخواني فقط بسؤال الله عز وجل. تأمل عندما تستشعر هذه الكلمات وهذه المعاني وتقول: يا رب، يسير علي أن أقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أمر يسير، عمل يسير يدخلك الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. من الأعمال اليسيرة أيضا التي تدخلنا الجنة الحرص على الأذكار الشرعية. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، دبر كل صلاة مكتوبة، بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. ويقول في الحديث الآخر: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، إلا أن يموت. يعني إذا قرأت آية الكرسي بعد صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، بمجرد أن تنتهي منها لم يمنعك من دخول الجنة، خلاص أنت الآن مؤهل لدخول الجنة إلا أن تموت. فإذا مت وأنت على هذه الحال دون أن تقارف صغيرة أو كبيرة أو معصية تغضب الله كنت من أهل الجنة بإذن الله. ما أحسن هذا، ما أجمل هذا. فقط أن نحرص على الأذكار الشرعية التي تعصمنا بإذن الله جل وعلا من كل سوء والتي تقودنا إلى الجنة. اسمعوا يا أخواني، من الأعمال أيضا التي تقودنا إلى الجنة سلامة الصدر ونقاء البدن من الغل والحقد والحسد والضغينة. يعني حتى أن يكون قلبي سليما على إخواني المسلمين، أن لا يكون في قلبي غلا ولا حقدا ولا بغضا لأحد، أصبح مؤهلا لدخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. صحابة جماعة عادين، الشباب عادين والرجال عادين، يتكلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الآن يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. الصحابة أصبحوا يشرئبون بأعناقهم: من هذا الرجل؟ من الذي سيدخل؟ قال: فخرج عليهم رجل، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص، فخرج عليهم رجل تقطر لحيته ماء، فجلس حيث انتهى به المجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام.
فلما كان اليوم الثاني قال صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فخرج نفس الرجل الأول. فلما كان اليوم الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فخرج نفس الرجل. فقال عبد الله بن عمرو: والله لأتبعنه، أكيد فيه سر. قال: فتبعته حتى وصل إلى داره، فأقمت عنده 3 أيام، فلم أجد منه كثير صلاة ولا صيام، لم أجده كثير الصلاة ولا كثير الصيام ولا قراءة القرآن. فقلت له: يا أخي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 3 ليال متوالية يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، وكنت تطلع أنت، فما الذي أوصلك إلى هذه المرتبة؟ قال: والله يا أخي، ما هو إلا ما ترى، لا يوجد عندي أعمال كثيرة، إلا أنني إذا أويت إلى فراشي تصدقت بعرضي على كل رجل مسلم، فلا أبيت وفي قلبي غل ولا حقد على أحد من المسلمين. فقال عبد الله بن عمرو: فهذه التي بلغت بك الجنة، وهذه التي لا نطيق، وهذه التي لا نطيق. كثير من الناس قلبه مليء مسود حقدا وحسدا وبغضا وكراهية لكثير من الناس، ولماذا يا أخي تفعل ذلك بنفسك؟ قالوا: إن الحسد مرض لا يتعافى منه صاحبه، وأول من يقتل صاحبه الذي يقتله. لذلك ينبغي أن تنقي قلبك من الغل والحقد والحسد، واعلم أن هذا يقودك إلى الجنة، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.